يمكن النهارده كان في مؤتمر هام لدوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد انعقاد لمجلس الوزراء في العاصمه الاداريه الجديده، والحقيقه انه كان هناك اجابات عن اسئله ربما بتشغل عقل الناس، وخصوصا الايام دي واحنا بنبتدي سنه جديده. وتحدث سيادته عن زيادات الاسعار لبعض السلع والخدمات، فمثلا اتكلم عن الزيادات الاخيره اللي حصلت في الكهرباء وليه كان في زياده في هذا القطاع، وكان بيتكلم عن انه القطاع ده كان بيحقق خسائر، فاحنا الزياده اللي حصلت دي قلصت الخسائر من 75 من 90 مليار وصلت ل 75 مليار، وقال انه احنا مش بنحاول يعني نرفع الدعم تماما، لكن انه الدعم يصل لمستحقي. اتكلم كمان عن مساله الزياده اللي حصلت في تذكره اسعار المترو، واتكلم عن انه الزيادة دي بتحصل علشان نقدر نحافظ على هذا المرفق المهم من صيانات وغيره. اتكلم كمان دولة رئيس الوزراء عن انه خلال السنة اللي فاتت مصر حققت معادلة صعبة، وكان بيتحدث هنا عن مسألة معدل النمو، انه يكون عندنا اعلى معدل نمو واقل معدل تضخم واقل نسبة بطالة، وده طبعا مع التغييرات العالمية اللي تحدث عنها سيادته من كورونا اللي بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية، لكل التوترات الإقليمية والدولية اللي بنعيشها وتأثيرات ده على سعر الصرف. تحدث كمان الدكتور مصطفى مدبولي عن ما تم في مجالات زي الإسكان والوصول لمسألة أن يبقى يكون في مليون وحدة سكنية، وهنا كان بيتكلم عن سكن لكل المصريين على وجه التحديد، تكلفتها بتبقى 400 مليار جنيه على الدولة. يعني احنا بنتكلم هنا عن انه في 50% منها دعم للمواطن المستفيد من هذه الوحدة. خلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن هذا المؤتمر الصحفي واهم ما جاء به من نقاط مع الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تقول لنا في نقاط أبرز ما لفت نظر سيادتك في هذا المؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء، متحدثا عن الأسعار وما تم من دعم للمواطن المصري في الفترة السابقة. في البداية برحب بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا كان المؤتمر مهم جدا، تم استضاح فيه بعض النقاط المهمة اللي بتشغل بال الجميع سواء اقتصاديين أو المواطن العادي. النهاردة الناس كلها بتتكلم على ارتفاع الاسعار، لكن طبعا كان في امور لابد من توضيحها، وهي ان الدوله المصريه اللي انتهجت دلوقتي ليس تخفيض الدعم بقدر ما هو ايصال الدعم للمستحقين. النهارده بنقول الاصلاحات الهيكليه اللي احنا بنسمع عنها بنقولها في دايما في تصريحاتنا، هو ده مضمونها ان يصل من ضمن هذه الاصلاحات طبعا ان يصل الدعم الى مستحقين. يمكن احنا بنتكلم في بعض بنود الانفاق تم تخفيضها، في المقابل تم زياده في البعض الاخر. النهارده بتكلم على دعم الوقود والمحروقات اللي كان وقت من الاوقات كنا قدرنا وصلنا الى خلاص بقت وصلنا للسعر العالمي لو سعر التكلفه بالنسبه للسولار. النهارده مع الاسعار العالميه او اسعار سعر الصرف اللي مرتبط بتحديد كل الاسعار المدخلات اللي عندنا ارتفع التكلفه ثاني، والدوله ما زالت مبقيه على الاسعار في الحدود اللي هي لا تمرر الاثر السلبي على المواطن.